اعتنوا بهذا العمل. اليوم اللي الغبار اللي نظف الإنسان داخل المسجد هذا يعد مهر للحور العين. غبار غبار. أنا ما نتكلم عن بعد اليوم إجراء أنت تأخذ عليه راتب ترى. فاتقوا الله يعني في بيوت الله اللي فعلا يعني قيادتنا الحكيمة قدمت كل ما تستطيع من أجل بناء بيوت الرحمن. وأعتقد أنه يمكن الإجراء يتفق وياي معالي الوزير فيه بأن هناك نوع من التسيب داخل هذه القسم، والله يعينه على 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 مثل هذه يمكن الأمور. فالوزير معني اليوم بكثير من القطاعات في وزارة العدل.